تعالى وبركاته الإخوان. اليوم أقسم بالله لا فرحان ولله الحمد لأننا قراب وبقي لنا فقط بعض الخطوات إن شاء الله، وغادي نكونوا كملنا واحد المشروع اللي كيحلموا به عدد كبير ديال الأسر. كيف ما كتشوفوا احنا الآن كنتواجدوا بجماعة أخبار، غادي نتوجهوا لهذا الدوار إلى كنتوا باقي عاقلين على هذه الأجواء اللي عشنا كاملين في دوار أنارخي. هذا الخير ما فيه لا انتخابات لا سياسة لا والو، منش ما بغينا حتى حاجة. دعوات الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين، فقط السياسة الانتخابات عندهم ماليها، حنا اللي مهم الماء واخر. الحمد لله، الحلم ولا حقيقة، الحياة رجعت لدوار أنار. الناس فرحانة، الضحكة كاينة على وجوه جميع الساكنة ديال دوار أنارغي. عشت معاهم هاد الأجواء الفرح اللي بصراحة ما عمري غادي ننساها. فرحانين لأنهم غادي يتشكوا من العزلة ديال الماء الصالح للشرب، غادي يولي هادشي كله في الماضي. مشو كانت هذه هي الأجواء اللي عشنا في دوار أنارغي جماعة أخبار. اليوم إن شاء الله مشروع ديال بئر محمد البركة غادي يدخل بالبركة إن شاء الله على الأسر ديال دوار أنارغي. ما بقى لي إلا نقول لكم تبعوني إن شاء الله باش تشوفوا هاد الزيارة أشنو غادي نديروا فيها في دوار أنارغي وشنو الهدف منها إن شاء الله. الحمد لله، كيف مشوا في البدايه ديال الحلقه وقلنا للاخوان ان الوجهه ديال اليوم غدا تكون ان شاء الله هي دوار أنارغي، وبالضبط جينا باش نشوفوا المشروع ديال عبد الرحمن البركه. هذا البير اللي تكلفت به الجمعيه الهولنديه استخدام فورد منس وصالح الدوار، والحمد لله خرج فيه الماء من بعد النداء اللي دار ودارته الساكنه ووجهته الجمعيه الهولنديه. مرحبا بالسيخه باسم خالتي تحضير الجمعيه الهولنديه ستيختينغ فور توميز. مرحبا بالناس اللي حاضرين، الناس اللي استقبلونا، الحمد لله اللي استقبلونا الناس هادو. الحمد لله كيف باش الحمد لله كانت الزياره الاولى اللي هي عباره عن توزيع بعض الارض ديال الساكنه. الحمد لله جا الاخ مهدو جا الجمعيه الهولنديه الحمد لله، وكان الطرف ديال الساكنه اللي هو حفر البير باش الناس يستقبلوا اللي كان حكايه عندنا واحد المشكل ديال النقص في الماده الحيويه. الحمد لله هي النصيحه الحمد لله طلبنا النداء الجمعي لندور الاخ مهدي. الحمد لله وقت واجد جدا تنفذنا الحمد لله، تبع النداء ديالنا كبرنا به الحمد لله. وكان الطرف ديالنا الثاني اللي هو الحمد لله هو التجهيز. الحمد لله جا الاخ مهدي الحمد لله ودار النداء ثاني الحمد لله. كنا كنقول الحمد لله الجمعيه الهولنديه الحمد لله، ودابا بدا التجهيز الحمد لله. دابا الحمد لله هما الجماعه كلهم كانوا حاضرين النهار الاول. النهار الاول شنو كان الطلب ديالكم؟ النهار الاول اسي زور ميغان طلب النور بمعنى نحفروا البير. الحمد لله خرج عندكم الماء الحمد لله. كيف ما جا على اللسان ديال الساكنه النداء الاول كان بخصوص حفر بئر واللي توفقنا فيه الحمد لله وخرج فيه الماء اللي ان شاء الله غادي يكون كافي لهاد الدور. من موراها دزنا للمرحله الثانيه واللي كانت هي عباره على نداء ديال التجهيز ديال هاد البير. اليوم كيف ما كتشوفوا الدراري الصغار الحمد لله فرحانين، الناس ديال الدوار فرحانين،
العيالات ليه كيف ما كتشوفوا فرحانين، والسبب وهو ان الحمد لله الوعد ديال الجمعيه الهولنديه وفات به، والان احنا جينا مع الاخ يوسف. خير اخويا يوسف؟ الحمد لله كلشي مزيان الحمد لله. كي كانت الطريق اسيدي؟ كاين شويه المشقه ولكن الحمد لله كاين مشقه كاينه شويه. واخويا بغيت منك واحد الشهاده ديال الحظ. ايوا هاد الناس فاش جيتي زرتيهم النهار الاول درتي الدراسه للمشروع، اشنو بان لك فيهم؟ واش فعلا كاينه عندهم معاناه وكيستحقوا يعني، اولا حنا غير كنكذبوا على الناس بهادشي اللي كنصاوبوا؟ الناس كيعانيو بزاف من النقص ديال الماء ديال الصالح للشرب. نهار جيت عندهم الناس الهم الوحيد ديالهم هو يلقاو غير ما يشربوا، ماشي ديك الناس بغاو الماء ما يسكاو به شرازي ولا شي حاجه، بغاو غير يشربوا به. بعدا الاولى غادي يشربوا ديك الساعات الكماليات، بمعنى هو ماشي شي دوار عنده الماء وباغي الماء. ما عندهمش الناس كتعاني واحد الحاجه، انا خصهم يلقاو غير ديك التاثير يشرب، ماشي ديك التاثير باش يسيقوا ولا يغسلوا. بمعنى هاد الناس كان الهم ديالهم الوحيد وهو ان يكون عندهم تا هما حقهم ويستافدوا من الماء الصالح للشرب ويكون عندهم مصدرهم بلا مشقه. واش هادشي اللي كاين الجماعه؟ الحمد لله اللي غادي نقول لكم اليوم، اليوم ان شاء الله غادي نشرعوا في التجهيز ديال المشروع هاد البير ديال البركه ان شاء الله يا رب. واش المغارب؟ السلام عليكم ومرحبا بنا عندكم. النهار الاول شنو كان الطلب ديالكم؟ النهار الاول، النهار الاول شنو كان طلبكم؟ الحمد لله انواتي لا غيك كبيراتي لا غسات الحمد لله هاتي نوي التجهيز باش انا تدخلي نرتي كمي ان شاء الله ان شاء الله. ولكن امين يا رب. عاوتاني اليوم غادي نبغي ناكد ان الحمد لله توفقنا باش هاد البير يتجهز ودوار انارغي وما يبقاش عندكم المشكل ديال الماء. اللي غادي نبغي نقول لكم ان هاد الخير هذا ما طالبين منكم حتى حاجه. اللي جا قال لكم راه طالبين منكم شي حاجه راه كيكذب عليكم. رحمه الوالدين. وهذا الخير، هذا الخير ما نبغيش شي مرشح ولا شي حاجه ديال الانتخابات يركبوا على هذا الخير. هذا الخير رزقكم راه جا حتى لعندكم، نبغيكم تستافدوا منه وما يبقاش عندكم مشكل مع الماء. واش فهمتوني اش قلت لكم؟ التقليد دابا بقى عليكم انتوما، ونتمناو ان المشكل ديال الماء ما يبقاش عندكم. هادشي اللي نتمناو، والله يسخر لكم في هذا المشروع ان شاء الله. اللهم يسير. دابا ان شاء الله غادي نمشيو مع الاخ يوسف باش غادي نوريوكم اشنو التجهيزات اللي غادا دار في دوار انارغي باش ان شاء الله يطلع لهم الماء من البير. كاين هادشي اللي اخويا يوسف ولا لا؟ نمشيو دابا نشوفو ان شاء الله باش غنبداو. كاين 100 متر اللي غادي نستعملوها في البئر اللي غادي تنجبدو الماء على 100 متر، و 500 متر هادي غندفعو منو قطعة من فوق، من فوق البئر للشاطر ان شاء الله. الشاطر ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. هذا الحديد اللي غادي، هذا الحديد اللي غادي نانستالو به الطاقة الشمسية اللي غادي نحطو فوق البلايك والألواح الشمسية ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. هذا واحد الروغار اللي غادي يكون هنا، غادي يكون هنا فوق البئر باش يكون واحد الروغار هنا على متر على متر هنايا باش يحمي البئر، باش يحمي البئر اللي بغا يطلع عليه يحل الباب ديالو ويكون عنده قفل ديالو، قفل ديالو. حيت دابا في الدواوير اغلب الابار اللي كيكونوا محفوره وكيستافدوا من الماء الصالح للشرب ديالها كيكون هذا الروغار هذا باش كيحميو البئر، حيت ذاك البئر كيشرب منه دوار كامل. الا وقع فيه شي مشكل ولا الا كان فيه شي تسمم فراه لا قدر الله ما نبغيوهاش الدوار كامله كيتضرر. داكشي علاش كتكون كيكون هذا الروغار كيحمي الفم ديال البير. هذا الحمد لله كاين 36 بانو سولير صافي لا مارك ديالهم جينكو سولار المونوبيرك ديال 340 واط. بمعنى اخويا هادي هي اللوحه اللي كتجر الشمس، هادي اللي كتجر الشمس باش نعطيو باش الناس يفهموا اكثر. اخويا يوسف هاد اللوحه فاش كتجر الشمس اش كدير من بعد؟ كتعطينا الطاقه باش نشغلوا المدخل المائيه ديالنا، هي يعني كتحول ديك الشمس ديك الحراره
وطاطا كنخدموا بها البومبا زعما الالواح الشمسيه اللي كاينين الماركه ديالهم جين كونسولار مونوبير كاين حنا الحمد لله ماركه غنيه عن التعريف الحمد لله هادشي اللي بغينا حتى حنا هاد الناس ان شاء الله يستافدوا من هاد الماء وما عمر يكون عندهم لومبان الله يسخر ان شاء الله كان لومبان عيط ليوسف ان شاء الله ما يكون نبداو اسيدي بهادو كاين هادي هادي هي المداخل المائيه هادي هي البومبا اخويا اللي غادا هذا الموتور ديالها وهذا هو لي توربين ديالها لا مارك ديالها سي ار اي 10 الخير 7.5 كيلو وات 10 الخير 10 الخير بمعنى هذا البير غادي نخدموا فيه بومبا ديال 10 الخير ديال 10 الخير دابا هذا الفيلم كامل وضايع باش نخدموا هذا خلها لينا اخويا باش الناس يشوفوه حنا هادشي كنديروه في نفس الوقت باش نبينوا للناس بلي راه الحمد لله هاد الجهاز كدار فيه كاليتي اللي زوينه باش الناس يستافدوا ويبقى ديك الاستفاده طويله ان شاء الله وفي نفس الوقت باش المتتبعين تاهما يفهموا يعرفوا هادشي كيفاش كيخدم حيت الاغلبيه كيسولوا كيفاش هاد الجهاز كيسمعوا الجهاز ما كيعرفوش شناهو اليوم غنبينوا لكم ان شاء الله الجهاز كيفاش كيتم احنا دابا كنحلوا هذه هي المضخه البومبا وكيخصك تكون رابط مع البال سير ما تخافش اخويا سير اوب 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 اللهم بارك هادي هي لا توربين ديالها الى ممكن تصور لي هادو خويا يوسف كيهبطو في الفم ديال البير هما اللي كينزلو في الفم ديال البير ومن هنا ديك الساعة كان الفنية اللي كتجر الماء اللي كتجر الماء هي هادي هادي اللي كتدفع الماء الفوق وهذا هو الموتور ديالها اللي كيدور هادوك لي توربين بمعنى هذا الموتور هذا الموتور وهادي هي المضخة هاد الطويلة هادي هذا كنسكب البور ديالها البور ديال هنا لارموار هذا لارموار هذا فارياتور ديال 11 كيلو وات اللي هو ديال 15 شوفو ديما كنديرو حنا الفارياتور تيكون كبر من المدخل باش ما يكونش دوك العوامل ديال الشوفم ولا شي حاجه باش ما يوقعش شي مشكل لا قدر الله حتى لو وقعت شي حاجه هو كيعتق تيكون هو كبير ما تيكونش هو مثلا خدام في الماكسيموم ديالو يعني كنخدمو تيكون كبير بصح كان في لي بارامتر كان البارامتر على حساب 10 الخير ان شاء الله هذا الكوفري ديال التي سي ديال بروتيكسيون التي سي هذا تيكون تحت لي بانو الفوق عند الحديد وهادي رولي بارافودر على حساب الا كانت شي رضا ولا شي حاجه هذيك كتحمي حتى هي الماتيريال الا كانت شي رضا ولا شي حاجه كتحمي الماتيريال وكنستعملوهم باش يكون الماتيريال مثلا باش دير هذه الطور ديالها ضروري كنستعملو معاهم هذو النحاس دوك ويفر ديال لاتر غادي نستعملو واحد الفوق عند لي بانو الصغير وهذا غادي نستعملو هنا وهذو لي كابوس ويفر ديالهم هادي كلابي اونتي روتور لا مارك ديالها اوروبا هادو لي زاكسيسوار ديال راكوردمون لي ريديكسيون كود راكور مال ديال الكويفر تا هو هادو لي مونشون على حساب البوليتيلين باش الراكور ديال كل 100 متر مع لي كولي كولسون كتحتاجهم باش تفيكسي هادو كنحتاجهم على حساب الفيكساسيون ديالهم بمعنى الحمد لله كاع داكشي اللي غادي نحتاجو كاع داكشي اللي غادي نحتاجو في الماتيريال كلشي ان شاء الله كلشي كاين كاين باش ان شاء الله هاد الناس يوصلهم الماء ان شاء الله دابا ما بقى لنا خويا يوسف الا نعطيكم الصراحه داكشي اللي كاين ان شاء الله هنا كاين لي كابل اللي كابل اللي بينزلوا مع البومبا كاين هادو اللي كينزلوا مع البومبا هذا كابل ديال 3 فوا 6 هذا هو اللي بينزل اليمونطاسيون البومبا
وكاين هذا الكابل على حساب لي زيليكترود على حساب لوتوماتيك ديالها الا كان شي مونكد ولا شي حاجه 3 × 1.5 لي زوكري فاش يدوزو الكوابل لا كور هادي كورد نيلو على حساب باش نعقدوا لا بومب من التحت ديالها باش ما يكونش شي ما تكونش ما تفلتنا ولا شي حاجه في البير. بمعنى هذا هو الماتيريال اللي غنحتاجو باش ان شاء الله الساكنه يستافدوا من بئر عبد الرحمن البركه 100%. بغيت نقول اخويا ما ديال الحمد لله كنا كنشوف الحمد لله كلشي هو هذا اللي كيدير الناس فرحانه، ولكن بقات واحد الحاجه بقات فينا بزاف اللي هو واحد الشخص كان معنا فاش بدينا النداء ديالنا. اليوم توفى حادث سير تحت النوت صراحه بقى فينا بزاف والساكنه بقى فيهم بزاف، خلى وليداتو وعندو دراري باقيين صغار يلاه واحد عنده تقريبا 4 سنين والاخر يعني البنيه الله عندها تقريبا 7 سنين مرسو يعني باقا رسميتو وكان يفتح النوت الى كاين تقريبا شي مساعده ولا ناس ما كرهناش تقريبا شي محسنين التعاون معها باش ان شاء الله يكبروا ديك الوليدات ويقراو حتى هما ويكونوا ان شاء الله الخليفه لذاك السيد. تقريبا كان شي محسن ان شاء الله تكلف لها بالاضحيه ديال العيد وبالحوجه للوليدات ديالها، لان الصراحه يعني السيده ما صراحه ما عندهاش حتى الترجل راه كان حتى هو غير خدام على قد الحال، واليوم الحمد لله كما قلت لك راه توفى. بمعنى اللي باغي تقول لنا اخويا محمد هو انه في هذا المجمع في النداء الاول كان معنا واحد الشخص اللي دابا ما كرهناش كاملنا كون عاود كان معنا في هذه الحلقه اليوم. لا اله الا الله، الله يرحمه في هذا النهار، ونتمناه من عند الله انه يكون شهيد. وكيف ما صار الاخ محمد ان شاء الله اللي غادي نقدر نقول لك اخويا محمد وهو ان الجمعيه كتواعد الدوار ان هاد السيده ان شاء الله غادي نوفروا لها الاضحيه ديال هاد العيد. ونتمنوا من الله ان دوك الاولاد ديالو يكونوا خليفه وان الله يوقف ليه مع الوليدات ديالو ان شاء الله حتى يشوفهم كيف بغاو اخو هو كاين دابا في دار البقاء. امين يا ربي امين. الله يوقف معكم كيف وقفتوا معنا. امين يا ربي. الله يخلي لكم وليداتكم. امين يا ربي. يخلي لكم الوالدين ديالكم. امين امين يا ربي. وقفتوا معنا معنا صداركم يوقف معكم. امين يا ربي. اذا الحمد لله كيف ما شفتوا كانوا هذو الارتصامات ديال الساكنه ديال دوار انارغي. جماعات اخبار قيادات ثلاثني يعقوب الحمد لله اقسم بالله الا هاد الفرحه تزادت على الفرحه ديال داك النهار فاش خرج الماء. وان شاء الله راه غادا دير الجمعيه زياره اخرى ان شاء الله باش تعطى الانطلاقه ديال المشروع ديال عبد الرحمن البركه ويشرع في الخدمه، وهذا المشروع جا تزامنا مع عيد الاضحى. واتي بغاري ان شاء الله هاد العيد غيكون عندكم الماء في داركم ان شاء الله، بمعنى ما غيكونوش المشاكل ان شاء الله. ايوا عيد مبارك سعيد، وتعيدوا وتعاودوا ان شاء الله.